السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة ميس نسيمة فور إنجليش لسنز. هذا الفيديو خاص بالسنة الأولى ثانوي وحدة يوريكا. وحدة يوريكا تحكي على innovations and technology، تحكي على الاختراعات الابتكارات والتكنولوجيا. توقعوا أنه الامتحانات يكونوا يحكيوا على كما قلنا على scientists العلماء، التكنولوجي الإيجابيات والسلبية تاعها، على devices، على كاش جهاز موبايل تي في and so on. إذن شوفوا النماذج الموجودة على القناة، راح نخليها في أول تعليق. كذلك توجد على القناة مراجعة شاملة مفيدة جدا، شاهدوها. بالنسبة للامتحان النموذجي موجود على القناة، هو نفسه اللي راح ندير لكم اليوم عليه الوضعية الإدماجية تاعو. الوضعية الإدماجية المحتمل بقوة في يوريكا هي تحكي على positive and negative effects تاع التكنولوجي، إيجابيات والسلبيات تاع التكنولوجيا. إذا قبل ما نبداو في هذا الفيديو، ما تنساوش اللايكس، كثروا اللايكس إن شاء الله باش يوصلوا الفيديوز لصحابكم ويستفادوا منهم، وما تنساوش تعرضوا عليهم القناة وخليوا لي تعليقات بالدروس اللي حابينهم. سو قلنا هذا الفيديو خاص بالوضعية الإدماجية المحتملة، تحكي على، قال لك هنا using the following notes، باستعمال النوتس التالية. واللي يحب يشوف الامتحان يروح اول تعليق تلقاه. write a paragraph، اكتب فقره، of about 10 lines، 10 اسطر. حنا هنا الوضعيه اللي راح نعرضها عليكم تكون شامله اكثر من 10 اسطر، اللي يحب يختصر فيها يختصر فيها. about the positive and negative effects، اذا على الجوانب ولا النتائج السلبيه والايجابيه، positive ايجابيه sorry، negative سلبيه، of the scientific and technological progress. progress هو التطور، تطور. scientific جاية من science، scientific adjective علمي، technological هو adjective صفة تاع technology noun، سو التطور العلمي والتكنولوجي. مدلنا notes، عندنا positive effects هما هادو: easier and more comfortable life، يعني easier life، حياة أسهل من الماضي باستعمال التكنولوجيا. more comfortable يعني مريحة أكثر. Good. higher production، production جاية noun to produce، ينتج. higher يعني إنتاجية أعلى. more free time، يمدنا يوفرنا وقت فراغ أكثر. هذا positive effects يخصهم subject والverb، راح نربطوهم هنا، راح نستعملوا هادو في الوضعية ونزيدو من عندنا. negative effects السلبيات، عندنا pollution تلوث، disease الأمراض، و accidents الحوادث. clear. هنا راح نمد لكم، قلنا وضعية شاملة. ممكن يجي الموضوع تاع الوضعية يقول لك احكي لي برك على positive effects، ولا احكي لي برك على negative effects. good. positive effects اللي هما نسميهم advantages، و negative effects disadvantages. so advantages قلنا هما الايجابيات، الاوبوزيت العكس تاع disadvantages. قدر الناس يقول لك احكي لي about advantages and disadvantages of technology، الايجابيات والسلبيات. ايجابيات برك ولا السلبيات برك؟ سو انا قسمتهم لكم، درتكم الفقره الاولى تحكي على الايجابيات والثانيه على السلبيات، مع خاتمه تقدروا تستعملوها في كل المواضيع. here we have. قد نبداو هادو يحكيو الباراغراف هادي حتى لهنا تحكي على positive effects. So the scientific and technological progress، التطور العلمي والتكنولوجي، is very important، مهم جدا، in today's world، في العالم الحالي. it has many positive effects، عنده بزاف الإيجابيات. good. so هذه مقدمة للفقرة تاع الإيجابيات. first أولا مشهومة هادو positive effects. it makes our life easier، تجعل من حياتنا أسهل. and more comfortable، ومريحة أكثر. نقطة. so هنا تقدروا تقولوا it has many advantages، so نفس الموضوع كان يبدل لك الكلمات. good. also كذلك it helps us to save time، تساعدنا على أن نوفر الوقت، an effort والجهد. اللي يحب يختصر هنا نقطة، تحب تدير examples كملوا. by عن طريق، using new inventions، استعمال inventions، اختراعات جديدة، such as مثل household appliances. appliances هما devices، آلات. good. machines، وهنا نقصد بها الأجهزة المنزلية.
and different means of transportation ومختلف وسائل النقل كما cars, planes, trains and so on. نقطة. Moreover فاصلة أكثر من ذلك. It improves تطور the learning process عملية التعليم and education والتعلم. Clear. So هذا تحكي على positive effects. قالكم just positive effects كتبلو هذه. أصلا يقولك paragraph صغيرة. Good. Now negative effects. قالك positive و negative تكتب هذه وزيد هذه. Although بالرغم من technology has many advantages. التكنولوجيا عندها عدة advantages إيجابيات. It has some negative effects. عندها بعض سلبيات. First أولا it can cause تقدر تسبب pollution التلوث and harm the environment وتضر المحيط. So كما هادو factories, cars, planes, trains and so on يسبب بزاف حوايج ماشي مليحة للانفايرمنت اللي هو المحيط كما غازات الغازات chemicals المواد الكيميائية يسببون التلوث. Good. عندنا كذلك also كذلك it leads to many physical and mental illnesses تؤدي ولا تسبب it causes also many physical illnesses أمراض فيزيائية and أمراض خلقية ولا ذهنية mental illnesses لا تحبوا تحبسوا هنا تحبوا تمدوا أمثلة like مثل obesity السمنة and depression depression اللي هو الاكتئاب. نقطة. In addition بالإضافة technological progress ولا technology ولا it becomes very dangerous أصبح خطير جدا. لماذا؟ Because people are getting more dependent and addicted to it. الناس أصبحوا معتمدين بزاف ومدمنين عليه. مثلا we can't imagine our life today without mobiles. مثلا ما نقدرش نتخيلوا حياتنا بدون موبايل اللي يحب يضيفها. Clear. Without internet, we can't live without internet. So هذه الباراجراف تحكي عن negative effects. قالكم just negative ولا disadvantages. كتبوا له just هذه. Good. هذه الخاتمة تصلح لكل المواضيع. Positive and negative. Negative ولا positive. اللي حبي يضيفها. Good. So to sum up. للاختصار ولا للختام. We can say that يمكننا قول أنه individuals معناتها people الناس الأفراد. We can say we قد نقولوا they. Good. هنا عندنا individuals اللي هما الناس الأفراد can't imagine their life without technological progress لا يستطيعوا أن يتخيلوا حياتهم بدون التطور العلمي ولا التطور التكنولوجي without scientific and technological progress. Good. Due to its importance وذلك بسبب أهميته. So importance هو noun important adjective. However لكن they should be aware about its negative effects. لازم يكونوا واعيين aware conscious. Good. They should be conscious. They must be conscious حول السلبيات but its negative effects ولا its disadvantages. إذن كانت هذا وضعية شاملة لموضوع إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا. متوقع بقوة قلنا سواء السلبيات وحدهم ولا الإيجابيات وحدهم ولا مع بعضهم تقارنوا وتهدروا عليهم في زوج. إذن كان هذا الفيديو تاع اليوم إن شاء الله يفيدكم. إذا كفاني الحالة راح نزيد لكم تاع بايوغرافي السيرة الذاتية. متنسوش تدعموني. بالتوفيق لكم جميعا وإلى اللقاء. Goodbye.